قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قال إن شهر رمضان الكريم هو بمثابة مدرسة إيمانية تقود نحو إعلاء قيم الدين الإسلامي الحنيف المتمثلة في السلام والتسامح ووحدة القلوب المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الليلة المباركة نتوجه إلى الله بالدعاء الخالص أن يحفظ علينا وحدتنا وتماسكنا في مملكة البحرين، وأن يحفظ هذا الوطن من كل مكروه. وأضاف سموه أننا في مملكة الخير وبفضل من الله وبقيادة حكيمة من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبإرادة وطنية مخلصة تم التأكيد على قوة تماسك نسيجنا المجتمعي وبما يتحلى به مجتمعنا من سمات التسامح والاعتدال والوسطية. لافتا سموه إلى أن احترام خصوصية النسيج المجتمعي المتنوع في المملكة ميزة عرفت بها البحرين، وهي تستوجب تضافر جميع الجهود للإعلاء من قيمتها باعتبارها سمة أساسية من سمات المجتمع البحريني. جاء ذلك لدى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمجلس سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان الخليفة ومجلس أحمد منصور العالي ومجلس عبد الله بن حمد النعيمي. وتبادل سموه حفظه الله في هذه المجالس التهاني والتبركات بحلول شهر رمضان الكريم والأحاديث المرتبطة بعبق روحانيات هذا الشهر الفضيل في ضوء عادات أهل البحرين وتقاليدهم المتوارثة في التواصل الاجتماعي وارتباطهم الأسري المتين. ولفت سموه أن ما تمر به المنطقة والعالم من تحديات ومتغيرات يضع مسؤولية مضاعفة على الجيل الحالي، مما يتطلب منه عدم تحميل الآخرين أخطاءه وتحري الأمانة في الرقابة الذاتية والتمحيص الدقيق للمواقف وما يصدر من أفعال وأقوال مع تحمل كل مسؤولية عمله ونتائجه، معربا سموه عن تمنياته لكافة الدول العربية والإسلامية بدوام الاستقرار. وأكد سموه على ضرورة الابتعاد عن التعويل على سياسات الانعزال في مجتمع منفتح ومتعدد مثل المجتمع البحريني الذي يستحق من الجميع العودة إلى البناء من خلال السياسات التوافقية. كما تطرق سموه مع أصحاب المجالس والحضور إلى عدد من المواضيع المتصلة بالوطن والمواطن، وفي هذا السياق أكد سموه على أن حكومة مملكة البحرين مستمرة في العمل على تحقيق توجهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من خلال تأصيل مبادئ ميثاق العمل الوطني. وأشار سموه أنه ومنذ التكليف السامي بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والعمل مستمر لمواصلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة في الجهاز الحكومي بفضل العمل الدؤوب لصاحب السمو الملكي العم العزيز رئيس مجلس الوزراء، مع التركيز على تعزيز مواطن قوتها وتطوير العناصر التي تستدعي التعامل معها وإيجاد آليات لمتابعة تنفيذ مختلف برامجها وتفعيل المحاسبة والمساءلة ضمن إطار روح الفريق الواحد. وقال سموه إن خدمة المواطن كانت ولا زالت وسوف تبقى نصب أعيننا، مضيفا أن تطلعات العمل الحكومي لا تنتهي، بل إن بلوغ مراحل متقدمة يعني المزيد من الجهد والتعاون المخلص من الجميع للمحافظة على النتائج المتحققة واستدامة أثرها. كما أشار سموه في حديثه إلى الدور الذي تطلع به العائلات البحرينية في التأكيد على العادات والقيم النبيلة الأصيلة التي ميزت مملكة البحرين على مر الأجيال، مؤكدا سموه على أهمية طلب العلم واكتساب مختلف المعارف والخبرات مع التعرف على النماذج التطويرية الرائدة لرفض الإسهامات الفاعلة لبناء الوطن ورفعة شأنه. من جانبهم أعرب أصحاب وحضور هذه المجالس عن شكرهم وتقديرهم لزيارة سموه جريا على عادة سموه السنوية في هذا الشهر الفضيل التي يتطلع إليها الجميع، معربين عن تفاؤلهم بالعطاء الوطني الدؤوب الذي يوالي سموه بذله، مؤكدين على الأسس المتينة للمجتمع البحريني التي تصون الوطن بالتأكيد على وحدة الصف وإعلان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، داعين الله سبحانه أن يحفظ البحرين مطمئنة مستقرة.